أول ما بدينا من بداية انطلاق الحملة الانتخابية من 1/11 إلى اليوم، نشعر أنه كل أهل البصرة حقيقة لهم عشق ما يعادل بشيء لهذه المدينة. الحمد لله أشعر أنه إحنا وفقنا بجمع أهل البصرة للنهوض بهذه المدينة. هذه يمكن تجربة ثانية مثل ما تفضل جناب الشيخ، أنه بدأنا بالانتخابات الماضية، والانتخابات الماضية كان لها خصوصية بدوائرها المتفرقة أو الستة لمحافظة البصرة، لكن اليوم قانون الانتخابات والمفوضية أقرت قانون جديد ومجلس النواب أقر، لذلك أنه الآن دائرة واحدة لمحافظة البصرة. عندما نجي نتجول نشوف أنه جميع متفق أنه هذا التحالف ممكن أن يمثل كل البصريين، مع اعتزازنا واحترامنا وتقديرنا لكل الآراء السياسية الأخرى والتحالفات والكتل، لكنه صدقوني شعوري دائما عندما ألتقي بالناس أجدهم أنه يجدون بارقة أمل للنهوض بهذه المدينة. عملنا بالسنوات السابقة من أجل أنه نعالج مشاكل كثيرة، وفقنا في كثير من هذه الحلول، لأنه ما ممكن أنه نشخص المشاكل وجود عدم وجود حلول لهذه المشاكل. من أسسنا هذا التحالف هدفنا أن ننهض بهاي المدينة. النهوض بهاي المدينة معناتها هي تكون مفخرة إلى العراق، لأن هذا العراق لولا البصرة، وأنا دائما أسميها أم العراق، فخليني أفكر بالبصرة للنهوض بالبصرة، لذلك عندما تنهض البصرة ينهض كل العراق. الحمد لله أنه بدأنا خطوات عملية حقيقية، ووفقنا في كثير منها من الله سبحانه وتعالى أنه وفقنا أن ننجح بهذه المواضيع. ذهبنا النوب أنه كيف نوصل رسالتنا والتجربة، شلون ننقل البصرة للعالم. ممكن أن يجي وفد يزور البصرة ويطلع ونوفر له حمايات وإلى آخره ويطلع يكمل مؤتمره ويطلع، لا، أردنا العالم تصل إلى البصرة وتعيش بالبصرة وتشوف أهل البصرة وتشوف طيبة البصرة وهي تنقل تجاربها في هذه المحافظة. التفاف البصريين حول قائمة تصميم هو هذا الهدف لكي ننهض بهذه المدينة. اختيارنا للعناصر كان حريصين أن نوصل رسالة أنه كل أهل البصرة بهذا التحالف. اليوم تجمعنا هذا لدعم وتأييد الأخ سعود العلوان، لأنه هو ركن أساسي من أركان هذا التحالف. أنا وإياكم إن شاء الله داعمين لهذا الرجل اللي أنتوا تعرفوه ابن منطقتكم ابن مدينتكم، ممثلاً عن كل البصرة وعنكم بصورة خاصة. لذلك أدعوكم للذهاب إلى الانتخابات بقوة والتصويت لأخونا سعود العلوان من أجل أن يمثلكم في مجلس محافظة القادم.